طبعا اعطال البيب كود بتختلف من جيل للتاني، زي ما احنا شايفين الجهاز بتفتحه بيدي بيب كود وواقف على مرحلة البوت، طبعا ما بيستجيبش لأي حاجة في الكيبورد. أول حاجة بتعملها أنت طبعا بتغير رامات وبتشحن بايوس، بعد كده بتشيل أي كروت وبتفصل اليو اس بي من على البوردة، عشان ممكن تكون المشكلة دي في أي ديفايس موجود على البوردة بتاعة الجهاز. ونجرب تاني برامة تانية، كده احنا غيرنا الرام وشلنا اي حاجة موجودة على البوردة نفس الوضع. طبعا في حالات زي دي بترجع للبيب كود زي ما اتكلمنا قبل كده، عدد بيب كود كل عدد وليه معنى معين. يمكن المشكلة دي ممكن تاخدك لحاجات ابعد من السبب الاساسي، وان شاء الله السبب هيكون تافه جدا. ناخده ده الاول. كل عليك اللي انت هترفع الفلاتة دي وتركبها تاني، بيبقى في لوس او في مشكلة في تركيب الفلاتة دي طبعا نتيجة الاستخدام، ممكن يكون الجهاز وقع او اتخبط او حاجة فحصل لوس في الفلاتة. كل اللي انت هتعمله انت بتشيل الفلاتة وبتركبها تاني، بتبتدي اللي انت تشغل الجهاز. طبعا المشكلة دي يمكن هتاخد ناس كتير ناحية بروسيسور وناحية فيجا وناحية دائرة رامات وناحية بايوس وكده، لكن مشكلة بسيطة جدا وبتتحل معانا بأسهل حاجة، يمكن أقل من دقيقة حلينا فيها المشكلة. طبعا دي نتيجة الجهاز فتح عادي، وكده هتقدر تخش على البايوس وتقدر انت تتعامل بالجهاز بشكل طبيعي. خلينا نركب الكيبورد. الجداول الخاصة ببيب كود طبعا هي موجودة، شركة ديل منزلاها، ولكن بتختلف في جدولين موجودين مفترض للأجهزة القديمة والأجهزة الحديثة، قريبين من بعض ولكن الأسباب بتختلف. طبعا البيب كود ليه عدد بس اللي بيختلف أجيال قديمة أو أجيال حديثة. كده اللي احنا نشغل وندخل على البايوس الخاص بالجهاز. طبعا فتح معانا اهو، مفيش اي مشكلة خالص.